في الساعة 300 من يوم الاثنين المصادف 16/10/2017 حدث إطفاء تام بالمنظومة الكهربائية في المنطقة الشمالية نينو وكركوك بسبب العمليات العسكرية الحاصلة في قرب شبكة كركوك 400، أدت إلى خروج خطوط 400 كركوك أربيل سنتر شرق الموصل، وكذلك خطوط كركوك ديالة. هذا والعمل جاري حاليا من قبل كوادرنا بالتنسيق مع شبكات التوزيع وإنتاج الطاقة لغرض إعادة محطة سد الموصل بعد تشغيل نينوى الغازية لغرض تغذية محطات مشاريع الماء والمستشفيات وبعض مناطق الطوارئ الأخرى المهمة داخل المحافظة، والعمل التدريجي لإعادة الأحياء السكنية. بس بالمناسبة حمل السد حاليا بحدود 250 ميجا واط، في حين كان تجهيزنا مع خطوط شرق الموصل كركوك حدود 500. فراح يشهد المواطن خلال هالفتره هاي نحتاج يصبر ويانا شويه، لانه 250 ميجا واط الاولويه القصوى حاليا لمشاريع الطوارئ، وان شاء الله بس تتعدل الوضعيه يرجع التغذيه الى وضعها السابق ان شاء الله.